مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأخيرا مع أخي أبطيل بلوك جديد ولكن هذه المرة مع المنتخب الوطني المغربي. إن شاء الله الفوز إليك الخال اليوم إن شاء الله. إن شاء الله الجمهور غفير اليوم لاندري دارو دارو إبرة بلاستيك أنا ما نديرش لاندري دراري هذا هو لاندري دي اليوم إن شاء الله الماتش مربوح حتى لاكم ديمون شنو بالك إبرة إن شاء الله. ما تنساوش شير بارطاج ابوني بارطاجي بارطاج لي كومونتير اخويا علي جو منتخب باسكو كوم تو فو اون لام بوكو Et l'autre ressenti, on est, quand on voit là le jumeau et tout, l'ambiance, on dit que les joueurs ils vont être motivés. Inch'Allah, on va y aller au Qatar et nous aussi, on va y aller pour les supporter. Pronostic. Pronostic, moi, pour moi, il y a 2-0, un but 2-0. De Boufal et Tissou Dali. Vous aimez Boufal, hein? Ah, eh, nous, on aime tous les joueurs marocains, Botola ou pas Botola, ouais, etc. Machin. Du moment qu'il est sélectionné, qu'ils viennent, pas comme Ziyech et Mazraoui, etc. Ceux qui sont là sur le terrain, c'est pour eux qu'on est venus. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous, monsieur? اخويا اش بغيت تعرف اخويا سقسيني ها سقسيني هضر معايا واش فوت ريسونتي نعم ان شاء الله غادي نربحوا هذا الماتش نربحوه 3-1 علاش عطيتيهم واحد الكومبو ايوا في سبيل الله اخويا عزيز علي صدر لا جاريه كيما قال الدري تانا 3-1 كيما قال الدري صدقه جاريه الكونغو غير عطاوك شي بيت باش اسبيريو ان شاء الله تبقى فيكم الامل مي ان شاء الله نتمناو المنتخب الوطني يعطينا نتيجه ايجابيه وقويه والحرب يعني الحرب ماشي الحرب ضري ولكن الحرب تيري خصهم يتقاتلوا حنا النفس حنا لي سوبورتور انا عندي النفس على بلادي على المنتخب ديالي واش يجيو فرنسا باش تفرجوا في الماتش فرنسا شنو بالك في الماتش شنو يديروا؟ كنقول المغرب عاد دار مجهود وتقدر تخفي المنتخب شحال بغا يديروا في النتيجه؟ على واحد نقطة كونغو صافي عاد عندنا ثلاثة ديال النقط ثلاثة اليوم واخا شكون غيماركو ثلاثة ديال ثلاثة مرات ما غيلعبش لا كيف التشكيلة ولكن ما يدخلش رسمي يقدر يدخل حتى الميطا الثاني ولا ما يكونش كاع انا سمعت انه ما كاينش وقول لي الكعبي ما يماركوش انا بغيت الكعبي يماركو الكعبي كيعطي تقديمات ما يقدرش يمارك كيعطي لي باس ياسر الله يطلع عليك برافو عليك انت غتشوف راسك في الماتش صافي صديق هذا